أمير بيك، الزلمة يلي كان عم يراقب القصر راح بالليل، ومن هداك الوقت لهلأ ما حدا شافه. تمام، بس فتحوا عيونكم كتير منيح. لا تقلق أمير بيك. يعطيك العافية. زلمة عمك راح، يعني ما عاد في حدا عم بيراقب القصر. بس بصراحة إنك تبقي بالبيت هو أمل لإلك، بس بعرف ما رح ترتاحي. وإذا حبيتي رح أرجع على غرفتي. طيب مثل ما بدك. ألو، شو صار؟ مثل ما أمرت، ضليت عم تابعهم خطوة بخطوة. بعد ما تعشوا صفوا السيارة ونزلوا على الشط وعم يشربوا شاي، ولحد هاي اللحظة ما في شي بيلفت النظر. طيب اسمع، بتخبرني فورا إذا صار أي شي. بسم الله. كيف ملاقي حالك؟ حاسس بوجع أو تعب؟ لا، أحسن ابني، ألف حمد وشكر. لهيك لا تخاف علي. طمني، أنت كيفك؟ طمني، قول بيري منيحة؟ رجعت أنقذتها مرة تانية ابني. لو إنك ما إجيت، مين بيعرف شو يلي كان رح يعملوا فيها هداك السفاح؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك، أنت ما قصرت أبداً. وأنا راجع على البيت انتبهت لسيارتهم، كانت حابة ترجع وتبقى معك هون. هي حست بالاستقرار جنبك، حتى كان المحامي جاي بكرة مشان يكمل إجراءات الطلاق، بس رجع خاب أملها مرة ثانية. وبصراحة عمي حسن خايف عليه كتير إنهم يرجعوا مرة تانية لهون. شو رأيك تجي لعنا؟ معناتها اسمح لي حط لك حرس هون، شو رأيك؟ بتشكرك إنك عم تفكر فيني، بس أنا ما بخاف غير من ربي عز وجل. القصة وما فيها إني بس خايف على جولبيري، بس هلأ اتأكدت إنه بأمان معك. لا تقلق عليها أبدا. خسارتها لأمها وأبوها بسبب هذا العم الظالم كان كافي لحتى يدمر حياتها، وهلأ رجع يكمل عليها. شو اللي عم تقوله عمي؟ لما كانوا عايشين بالضيعة اتهموا أمها لجولبيري بشرفها، حاولت كتير تدافع عن حالها، شو ما قالت وشو ما عملت ما قدرت تنفذ حالها منه. واللي اسمه قاسم راح لعند أخوه وقال له بوقتها، مرتك وسخت شرف العيلة ولهذا السبب لازم تروح وتخلص عليها. ولما أبوها لجولبيري ما قبل هالشي قامت لأيامة بالضيعة كلها، بس قاسم طبعا ما سكت. وبعد فترة ومثل ما سمعت من أهل الضيعة
لقوا جثة أبوها وأمها لجولبيري ملحوشين على ضفة النهر وماسكين إيدين بعض. يا ترى هنن ماتوا ولا هنن انقتلوا؟ ما حدا بيعرف هالشي إلا رب العالمين. بس هي هي القصة يلي أنا سمعتها. وبعد كل شي عملوا بأمها لجولبيري هالظالم ما رحمها لهالبنت البريئة. ما فيك تتخيل كمية الضرب يلي أكلته من عمها من وقت ما خلقت لحتى وصلت لهذا العمر. بابا ما أنا موجود بالبيت اليوم، معلش أنت تحكي لي قصة؟ ايه طبعاً حبيبي، تعال اقعد. من فترة طويلة كتير كان في بنت جنية وكانت حلوة كتير وكانت عايشة بالجبل. طيب كان في عندها أب وأم شي؟ لما كانت هالبنت بعمر صغير راحوا لمكان بعيد، بس وقتها كانوا عم يهمسوا بإيدنا إنهن ما رح يتركوها لحالها وإنها رح تقدر تشوفهن إمتى ما بدها إذا طلعت لفوق عالسما. ما عم أفهم، يعني أهلك كانوا نجوم فيها؟ لا ما كانوا نجوم، بس هنن تقربوا من النجوم والشمس والقمر وصاروا رفقات كتير هنن وياهم. يا ترى معقول يكونوا شافوا أمي؟ مين بيعرف، يمكن. طيب شو عملت البنت الجنية لحالها؟ للأسف وقعت بين إيدين غول قاسي وشرير كتير. هذا الغول كان سيء كتير وتعامل معه بطريقة سيئة، حبسها بكهف غميق وقفل عليها بأربعين قفل وما سمح لها أنها تطلع من هنيك أبدا، وما كان يطعميها غير الخبز والمي، وما ترك طريقة إلا وعذبها فيها. وبيوم من الأيام وصلت هالجنية لمكان غريب وما بتعرف عنه أي شيء. كانت خايفة كتير وما كانت عارفانة شو رح يصير لها، بس أمير القصر إجا وأنقذها من هداك الغول الشرير. بس معناتها صارت فرحانة، قدرت تنفذ من هذا الغول؟ فكرت إنه نفدت منه، بس للأسف لا. لهيك رجعت مرة تانية ووقعت بإيدين هداك الغول. ابني بابا، جنية كانت عم تحكي لي حكاية. حلو كتير، بس الوقت تأخر هلا، يلا بتكملوا بكرة، روح على غرفتك. معلش تكملي لي هاي القصة بكرة يا جنية؟ بس بنهاية القصة ما بدي الغول يخلي البنت الجنية عنده، تمام؟ مشان تكون نهاية القصة حلوة. تصبحي على خير. كيف عمي حسن؟ هو منيح؟ منيح. رح نضل أنا وإختي مليكة نروح ونطمن عليه، يعني ما رح يكون لحاله، لا تقلقي. تصبحي على خير. لا بقى تخافي، انتي بأمان.